خالد احنا خلاص خلصنا باسل في كريستال ودخلنا في الخائن، وبرضو احنا بنتكلم على مسلسل برضو تركي بقى يعني متعرب لبنانيا، يعني لبنانيا سوري لبناني سوري. انت طالع صحيح في الشخصية بقى بتاعت الخائن اللي انت طالع فيها، هل الشخصية دي برضو بتتكلم بلهجتك السوري ولا دي برضو لازم تبقى لبناني؟ لا هو سوري، بيتكلم سوري، بيتكلم سوري عادي. الشخصية هو سوري مقيم في لبنان. اوكي، فانت ممكن تخلط الاثنين ببعض مش كده؟ ممكن بس انا ما خلطتش، ما عملتش ده. بتكلم سوري بتاع يعني اللي عايشين، يعني اللي بيتكلموا لهجة اهل الشام. وده كان مطلوب منك من المخرج ولا انت دي كانت فكرتك او الاضافة بتاعتك انت، التاتش بتاعتك على الدور؟ لا دي خلي بالك احنا المخرجين اتراك، اوكي بيبقى معانا كرو عربي برضو بس المخرج تركي، بيكون معاكم مصحح لغه وهكذا. طبعا، واكتنج كوتش واكتنج كوتش كل حاجه. هل بيبقى مصحح لغه هو اللي بيوجهك ويقول لك خليك في اللهجه السوري؟ لا ده خيار ممثل. طب حلو، يعني فانت اخترت ده حسيته هيدي الشخصيه مصداقيه اكتر. طبعا، وبرضو عشان ابين الفرق ما بين اللبناني والسوري، دي حاجة مهمة بالنسبة لي. فرحت بتكلم السوري اللي بتاع اللي هو بيبقى فيه كده العريض، احنا بنقوله العريض، اللي هتلاقيه بيقلك يعني هي ممكن حد يقولك شبك وفي حد هيقولك شبك، فاهمة؟ في طريقة زي هنا هتلاقي في حد في المصري بيتكلم بسرعة وهتلاقي في حد بيكلمك. أيوة. في الحاجات طبعا دي صح؟ طبعا، ده في كل حتة. فده برضو موجود عندنا. عمالقة التمثيل في العالم وفي الوطن العربي، ويمكن أشهرهم الراحل الأسطورة أحمد زكي، ودي حاجة معروفة عنه في الكواليس الله يرحمه طبعاً. إنه كان أول ما بيدخل اللوكيشن يعني ملامح وشه بتكون واخد الشخصية خلاص. أوكي. يعني فعلا يعني الشخصية بتركبه. وده مع كتير من الفنانين حتى العالميين زي روبرت دينيرو وغيرهم، بيقولك عشان اخرج من الشخصية بقى بعد ما بيخلص الفيلم بتاعه لازم يخضع لعلاج نفسي عشان يعرف ينسلخ من الشخصية دي. هل خالد واجه الموضوع ده مع باسل، خصوصا ان انت قعدت 8 شهور بتصور الشخصية بتاعت باسل وانت وباسل بقيتوا تقريبا حاجة واحدة؟ صح. فهل ده احتاجته عشان تعرف تنسلخ من باسل وتدخل بقى على شخصية الخائن او مسلسل الخائن؟ انا دخلت الخائن بعد كريستال في اسبوعين. ده حاجة، ده وقت قصير قوي جدا. يعني وانا لما دخلت وبدأت التصوير في الخائن عرفت ان كان لازم بريك. ما كانش ينفع ان انا ابتدي اجرب حاجة جديدة. بس خلاص بقيت في قلب الحاجة يعني، فلازم اجرب او اوجد الحلول السريعة اللي تسعفك عشان تعرف تنسلم. اوجد الحلول والادوات تبع الشخصية اللي هي مختلفة تماما. ده حقيقي. لانه بالنهاية انت هدول الشخصيات عم تعمليهم منك، يعني هن جزء من عيونك وصوتك ووشك ودموعك واحاسيسك وعواطفك. صحيح. كل شيء فيك. يعني هلا في لحظات في لحظة هيك فجأة بيجين بس حدا يقول باسل في لحظة، وما بحب بين اوفر بهي الافكار. بس انا حقيقة في لحظة بشتهي رد، يعني كل شيء براسي بيحسسني انه بدي رد كباسل. فهمتي قصدي؟ هل هو ده اللي خلاك تقول في احدى تصريحاتك ان بالرغم ان انا لعبت شخصية مختلفة تماما في الخائن بس لازلت متعلق بباسل؟ ولا انت التعلق كان عاطفي اكتر؟ تعلق عاطفي. يعني مش اداء. يعني انا حقيقة اللحظات العاطفية اللي كنت عيشها بباسل لهلأ يعني كممثل بسأل هاي الاسئلة. انه ايه كان في لحظات معايشة عالية. يعني انا في مشاهد بعدها بضل شوي هيك لسه بنفس العاطفة. في مشاهد بعدها بتلاقيني عادت ما تقدران اعمل شيء من التعب العصبي. صحيح. والنفسي. اكيد بقى الشخصيتين بحبهم بس اللينك العاطفي بيني وبين باسل كان اعلى. عشان بس انت قلت انا بشتاق لباسل. بشتاق له اكيد. عم قلك في العالم وقت نادي لي باسل احيانا الناس ما بتعرف تكون خلص الصورة اجى على راسها شافتني بالشارع
قال الاسم باسل. باسل ففي لحظة كده هتلاقيني عايز أقول له شو بعد ايوه بدي فاي سامر بالخائن او ما بحب سميها ادوات شر بس نحن نعيش في عالم مليء بالقسوه ليس مثالي ولا نوع حلو كتير. سامر انا بالنسبه لي واحد من ضحايا المجتمع, من ضحايا العلاقات الزوجيه اللي ممكن تكون طلعته بهذه القسوه او هذا العنف يعني. الفقر الاهمال اليوم لما انت بتتكلمي عن حد مامته سابته وهو عنده 8 سنين وما يعرفش ابوه مين. الشارع رباه زي ما احنا بنقول طبعا. كده ده هيبقى عامل ايه يعني هيبقى ازاي, هتبقى شخصيته هتلاقيه خلوق لا هيبقى في ايشوز. قعدت تدرس الشخصيه دي ازاي يعني, حضرت لها ازاي خصوصا ان احنا بنتكلم فرق اسبوعين بس اسبوعين يعني. انت دلوقتي كان قدامك تحدي كبير قوي, انا عندي اسبوعين ان انا انسلخ من شخصيه بقالي 8 شهور عايش فيها ودرستها وعيشتها ولازم ادخل على شخصيه تانية لازم احضر لها برضو المعايشه, ان انت تعمل معايشه لشخصيه الفيلن ده اللي هو برضو في حته هنتعاطف فيها معاه انه ضحيه برضو يعني. درستها ازاي؟ هلا انا برايي هذا النوع من الشخصيات مختلف مختلف مثلا عن شخصيه باسل, لانه باسل بده تحضير. سامر هاي الشخصيه بتشوفيها بالبيئه كلها ده حقيقي يعني, فاستحضرها كان سهل. انا بالنسبه لي عشان كده الممثل لازم دايما يفضل على احتكاك بالناس بالشارع وفي كل الاماكن يعني. صحيح, وكل المستويات طبعا. هذا دائما بيخليه يمتلك ادوات جديده, يشوف تفاصيل جديده, يعرف يخزنها عنده ويعرف يطلعها في الوقت اللي يحتاجه. صحيح. فسامر واحد من الشخصيات اللي بتشوفيه بي بي بكتير اماكن يعني بسوريا ولا بلبنان ولا حتى يعني حتلاقي هذا النموذج.